الشاي يا عز الدين. بطيهم. عارفة دي آخر قصة كتبتها، ناقشت فيها حاجة مهمة. عارفة ناقشت فيها شنو؟ لا طبعاً، ناقشت فيها شنو؟ ناقشت قضية الثقافات الوافدة. الكاتب لو ما ناقش قضية حية بتهبش المواطن بيكون دوره سالب جداً وما عميق. الكتابة مسؤولية. شايفك ما علقت على الكلام ده. بعدين ما تنسى تجيب معاك اللبن. لا اخوانا اقول لكم حاجه، انا شخصيا ما مقتنع بكتابه عز الدين دي. يعني انت كمان ما تظلم الراجل يا اخي، الراجل عنده كتابات ما بطاله. ده بالنسبه لك انت. تعرف اقول لك حاجه، انا الفارقه مرارتي والبعزباني زي ما بقولوا اهلنا، كل ما يلاقيني في حته يقعد يفتح لي في شنطته ويطلع لي في ورقه ويقعد يقرا لي الرونق الشفيف وندي الشفق الشرود الشنو ما عارف كذا كلام انا ذاتي ما بفهمه. والله حرام عليك يا ربيع يا اخي، يا اخي الراجل اديب بجد يا اخي. كلام ربيع صح صح، وقت ما شفنا لو اي حاجه ان شاء الله في جريده، بس لانه حظه ما كويس. في ناس كثيرين خدمتهم الظروف اقل منه في الامكانيات الادبيه، فجاه لقوا نفسهم تحت الاضواء. يعني شنو؟ يعني في آلاف المبدعين الحقيقيين ما لقوا فرصتهم، زيه كده غدرهم كده. احتمال يا عز الدين، أنا ما ضدك ولا ضد اللي بتعمل فيه ده، بس في حاجات أهم. حاجات أهم زي شنو؟ أنا شايف الوقت اللي بتضيع فيه وقتك في الكتابة ده كان ممكن تمشي تشوف لك فيه شغل وتعمل لنا بيه ودخل إضافي. يا أماني، الناس كلها عايشين في نفس المستوى المعيشي اللي احنا عايشينه ده. الناس كلها عايشه في المستوى المعيشي اللي عايشينه ده. هل حصل فكرت في يوم تشتري لك بيت بدل بيت الايجار ده؟ هل فكرت في يوم تشتري لك عربيه ولو باللكسات؟ هل فكرت يكون عندك رصيد في البنك؟ هل فكرت انك تخلي في البيت ده مصاريف لو حصل اي ظرف طارئ؟ عارفه يا اماني، أنا لو قدرت أنشر أي قصة من القصص اللي بكتبها دي لأي جريدة من الجرائد بتاعتنا دي، حاكسب من وراها ذهب، حاقدر أعمل لك البيت والعربية ورصيد في البنك. بالله بورقك ده؟ محبطة محبطة. خلاص عليك الله، جهزي لي هدومي عشان أنا طالع الشغل. محمد عبد الله الممثل المعروف الله يبارك فيك يا استاذ. الله يسلمك. حقيقه يا استاذ انا متابع كل اعمالك الفنيه لغايه المسلسل الاخير بتاع حتى لا نظلم الورد. كتر خيرك، شكرا لك. يا انت عارف انه كلامك ده وتشجيعكم ده يهول بيخلينا نستمر في مساله التمثيل وكده. يديك العافيه. تشرب شنو؟ لا ده علينا احنا يا استاذ، ما في جديد يا استاذ. والله لو لقيت نص جيد وسيناريو سمح بشتغله ان شاء الله. أكيد ده المطلوب. أنا برضو والله عندي شوية محاولات في الكتابة. جميل عظيم. يعني قصص قصيرة، شعر، خواطر كده يعني. ربنا يوفق إن شاء الله بالتوفيق. بس معلش عندي بروفة صغيرة كده. تفضل يا أستاذ تفضل. دي حالة يا أخي ما حيصرفني. مالك يا عز الدين؟ عليك الله صدقي إنه ده كله الباقي لي من المرتب. أها، يعني أنت متوقع يكون عندك نص مليون؟ ما أصلاً دي حال المرتبات كده، ديون وخصومات وأقساط، وفي النهاية يفضل لك 30 ولا 40 جنيه.
والله دي مسألة محبطة يا أخ. محبطة؟ أقول لك حاجة، اللي في لك كتابه بيعه احتمال يحل لك المشكلة. إيمان شوفي شغلي. يا أمي أمان يا بنتي ما الصبر شوية. أصبر أصبر لمتين يا أمي؟ يا أمي أنا خلاص زهقت يا أخي، الزول ده ما عنده أي إحساس. أهلنا بقوله كان غلبك الصبر أصبر شوية. أنا كملت الصبر كله يا أمي، وبصراحة كده أنا في فكرة زانة لي في راسي لي يومين. فكرة؟ فكرة شنو؟ أنا عايزة أتصل لخالي شريف وخليه يرسل عقد عمل ولا زيارة. أحسن فكرة، خلي عز الدين اللي يمشي يجرب حظه. أنت عارفة يا أمي أنا لو ما تحركت له هو ما بيتحرك براو. الله يعينك يا ماني يا بنتي. يلا أنا مشيت يا أمي. هاي ما تقعدي شوية؟ مواعيد عز الدين جات، ما بقدر أقعد أكتر من كده. كان ترجيني سوي الملاح ده شيلي لك منه حاجة. هو قال لك شنو كده بالضبط يعني؟ لا 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 ما في مشكلة، ما في مشكلة، وإن شاء الله بكرة الصباح تلقى إجراءاتك كلها مكتملة. نحن تحت الخدمة يا بروف. شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة بروف. أهلا بالأديب عز الدين. الله يبارك فيك يا أساس. أنا حقيقي جيت أستاذنك، عندي مشوار قريب وحاجة راجع. وين ماشي؟ ماشي جريدة نبض الإبداع، عندي قصة كتبتها، ماشي أسلمها للقسم الثقافي في الجريدة. بالنسبة لي هنا أنا شغلي انتهى، ما عندي حاجة. أوكي، والقصة دي اسمها شنو؟ اسمها أغنية البجعة الأخيرة. والبجعة دي قاعد تغني؟ تفضل يا زيدي، تفضل. تفضل. شكرا لك يا أستاذ. الله يبارك. اهلا خالو شريف، معلش مسكلت لك، العالم ده ما بنقدر عليه. انا ضربت لك بخصوص عز الدين. شوف يا خالي اماني، انا عندي لك خبر سار جدا. وانا عندي لك خبر سار جدا. يلا قولي خبري. لا لا قولي انت. عليك الله قولي. قولي انت اول. خلاص اقعدي قولي. تذكر يوم امبارح مش قلت لك انتهيت من قصتي الجديده؟ ايوه. طيب الليله وديت لك القسم الثقافي بتاع جريده نبض الابداع، تعرف رئيس القسم قال لي شنو؟ قال لك شنو؟ قال لي ده الصوت الادبي اللي احنا قاعد نفتش ليه. عارفه ده معناه شنو؟ معناه شنو؟ معناه حينشروا لي القصه دي في اسرع وقت. انا يا عز الدين اتصلت بشريف خالي وقلت له يرسل لك فيزا 15 يوم الخليج تمشي تجرب حظك هناك. ده ما وقته. ما وقته كيف؟ قلت لي قال لك انا دار اسافر من البلد دي اساسا منه. وانت اساسا عايز تقعد في البلد دي لشنو؟ دار اقعد مع اهلي، مع ناسي، بستلهم كتاباتي ومواضيع من الشعب الطيب ده، من عادات وتقاليد وشراب ولبس واكل. بالله طبعا انت كيف عايزاني استلهم من توجيه من وسيط ثقافه مغايره وإيقاع أشتر ما حقي ولا بعرفه؟ أنت أساساً اللي قال لك من أنا دايرك تكتب. على الأقل في الوقت الراهن أنا ما عايزة منك شيء غير إنك تشتغل برا وتلم لك قرش قرشين، وبعد ذاك إن شاء الله تكتب العمر كله، ما هماني. ده شنو الزول الغريب ده؟ سيدي أنا قلت لها شنو؟ في حاجة بتزعلي؟ هاي يا زول صاحبك استناك قريب لي ساعه بعد دواجه. الله يبارك فيك والله يا ربيع قصتي دي انا شايف احسن من قصه مدينتين. يا اخي اديه يا اخي، لا لو ابن ولا تمر الناس. انتوا يا شباب ملاحظين انه ربيع ده
دايما بتفي كتاباتي رغم انه ما عنده اي علاقه بالادب والفن. كفايه البلد تكون فيها انت يا اخواننا. دقيقه انت تقلبوه جد ولا شنو؟ ايوه جد ايوه جد يا اخواننا يا اخواننا. عز الدين ده غير الكلام ما عنده غير الكلام ما عنده. أنا احنا من بدري هو معانا في الحله دي غير ما يقول لنا هاكم اقرا المقال ده. انا كتبت لي قصه، كتبت لي مقال، كتبت لي مسرحيه، كتبت لي قصيده، غير الكلام ده ما عنده حاجه وما شفنا له اي حاجه. دقيقه يا اخي. خلاص يا ربيع، يوم الخميس الجاي تابع جريده نبض الابداع الملف الثقافي. عنزلكم يا شباب. يا عز الدين خير. بنتابعها يوم الخميس الجاي بنتابعها. والله قاعد تبارك عليك كده يا ربيع. يا اخي ده كلام منك ما صح يا اخي. الزول ده كله ما يجي هنا انت بتحرجه بتحرجه يا اخي. مالك انت يا اخي؟ بحرج يا اخي. انا احرجت شكسبير ولا ارثر ولا احرجت منو انا يا اخي؟ اهو طيب ما طلعت بتعرف ادب. جامعة وعملت صيرفيا. ساعدتني خاصية التنظيم والترتيب التي أتميز بها في أن أقفز درجات سلم الترقي بسرعة ملحوظة. فجأة وجدت نفسي وجها لوجه أمام امتحان اختيار الزوجة، فكانت سارة. كنت في زيارة عمل لمدينتها فالتقيتها. غلبت كل الموازين في حياتي، أحببتها، تزوجنا. كلما أدخل عليها غرفتها تشنو ده اللي عملته ده يا شقي؟ نبض الإبداع مرة واحدة كده؟ يا سلام يا أخ، شرفت والله مكتبنا ده وسط مقاتب المؤسسة دي كلها يا أخ. شكرا لكم يا شباب، ده كله بفضل وقفتكم معاي. شكرا. شافكم امبارح بالضحك هناك. اي والله كيف ان شاء الله خير؟ والله يا محمد قلت لك دايرك عشان انا قريت لي هنا الحقيقه في الجريده دي قصه كوميديه تنفع مسلسل. وكاتبها منو؟ الكاتب وحش من الجدين سيد احمد. يعني بيستاهل انك تعمل له سيناريو؟ الله ما انا زي ليه؟ طبعا بيستاهل. كويس. وبعدين يعني تلقى لك دور بطوله في مسلسل. طيب كويس. كاتب ما يعني ما عنده عنوان هنا؟ فطرت انت يا محمد؟ فطرت اهي. طيب ما كاتب عنوانه كيف؟ يجي في الجريده بيقوم بيكتب عنايه بتلقى عنوانه وكمان لقيت عنوانه تنشر الجريده ذاتها. طيب خلاص كده اقرا العنوان. العنوان بتاعه مؤسسة الجناح الأخضر العالمية. لا 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 ده وصفه كويس. شفت الشركة دي؟ شفت جنب شركة دودي للأساسات من جنبهم طوالي. الشركة دي شفتها تعرفها؟ ايوه بعرفها. حق المعرفة بس تمشي ليه وطوالي عليك الله وتفاهم معاه واقنعه بانه يكتب سيناريو. جدا خلاص ما في مشكلة ان شاء الله. اذا كان الموضوع بالخطورة دي لازم نصبر ونشوف الموضوع شنو بالضبط. وانا عارف انه ما في اعمال ادبية قاعد تعجبك بالساهل. لا لا دي بتستاهل يا حبيب. جاتك بطولة بتاعت مسلسل جديد. لكن لازم اقرا القصة اول حاجة. طبعا قصة يعني انت قاعدين قصة هي. تعرف يا ربيع والله انت بتحامل على عز الدين ده ساي. اتحامل عليه وليه؟ اتحامل عليه وليه؟ بس كده وريني. اقول لك بصراحة قول. ها؟ قول. يا اخي ما قلنا لك قول يا بدوي. طيب قول. طيب بالراحة. انا شايف انه اختياره كسكرتير صغافي لادارة النادي وابعادك انت من اللجنة اللي فاتت ده المزعلة. انا الحاجة المزعلاني عموما انه عز الدين ما هو الزول اللي بيخلفني انا. ليه مصلحة النادي؟ لانه النادي محتاج للزي انا في الفترة الجاية دي.
بعدك اقول لك حاجه يا بدوي، ها؟ العمل في الانديه تكليف وليس تشريف. طيب المزرعه لك شنو؟ اقول لك حاجه، حقه نشرب العصير لانه الفوا الفايده. شنو؟ جريده نبض الابداع؟ لا انا ما شفتها. خلاص كويس يا كوثر، حخليه اشتريها. شكرا يا كوثر، مع السلامه. تفضلي يا استاذه، تفضلي. اخونا شروليه القصه اللي كلمتك عنها، القافله رقم 6. خلاص بعد تزوجك المحترم حيكون واحد من ارقام القصه في البلد دي. ان شاء الله تدق فيها قروش. عمرك ما حتختلفي عن حبوبتي. انت مفترض تحتفلي بزوجك كأديب وقاص. انت ظاهر عندك الادب ده بالكيلو. جيبي جيبي. اها اقتنعت بصاحبك ولا لسه؟ صاحبي منو؟ عز الدين. ما قريت القصه اللي كلمك بها؟ نشرها له في جريدة نبض الإبداع. قريتها. ها رأيك فيها شنو؟ ما في. أنت قريتها؟ طبعا. يا حسن، يا حسن يا أخي، البطل لاقى الزولة دي بمحض الصدفة. أنت ممكن تبني الأحداث بتاعتك على صدفة؟ اللي بيمنع شنو؟ بس وريه اللي بيمنع شنو؟ إذا كان أساسا الصدفة دي موجودة في الحياة، من الطبيعي جدا أنا اتعامل بها يعني. بس العمل حيكون ضعيف. انت عارف بتذكرني بشنو يا ربيع؟ بتذكرني بالمثل اللي بيقول اللي بيكرهك في الظلمة بيحضر لك. كل المسألة اني انا زول واضح، ما بعرف الف وادور. انا طبعي كده، طبعي كده يا حسن. تفضل اشرب. انت حتحترف الكتابه ولا شنو؟ الترحيل ده فضل له 5 دقائق. يلا. لا حول، اندمجت مع الورق انا. اشرب الشاي. لا لا لا، بشرب قدام. يلا، السلام عليكم. السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد نايم. مرحبا. زيك يا أستاذ؟ أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يسلمك أستاذ. الله يبارك فيك. الله يزكي الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك أستاذ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. في الحقيقة بسأل من واحد هنا اسمه عز الدين سيد أحمد. أنا عز الدين سيد أحمد. تفضل يا أستاذ، تفضل. تفضل. أنت؟ ايوه تفضل تفضل اساسا. شكرا. تفضل تفضل. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ شاي بارد. لا لا لا، انا الاثنين شربتهم، جاي لي حاجه هامه. الله يبارك فيك. اي خدمه اقدمها لك في المؤسسه هنا؟ لا لا، انا جايك انت شخصيا. انا؟ لكن والله بتبالغ يا عز الدين، مالي ليه البيت كله ورق؟ الدواليب، الشنط، الكراتين تحت المراتب، وده كله بدون فايدة. قال شنو؟ نشروا لي قصة في الجريدة. قروش القصة دي وينها؟ وينها؟ دي الحاجة اللي بعرفها أنا بس. فالقصة عجبتني جدا، ففكرت قلت يمكن يتعمل منها دراما ممتازة جدا. شكرا لك يا أستاذ. لا 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 لا، أنا ما قاعد أملك، أنا بقول حقيقة مجربة. بس المطلوب منك إنك تحول القصة دي لسيناريو عشان دير نعملها مسلسل تلفزيوني. بس يا أستاذ أنا ما بعرف أكتب سيناريو، وقبل كده ما كتبت للتلفزيون. ما مشكلة، حنقعد لنا قاعدة قاعدتين
اوريك السيناريو مكتوب كيف. انا بعرف لكن ما موهوب زيك في الكتابه. شكرا لك يا استاذ، ده تواضع منك. لا لا لا، انا جسور طبعا. بعدين ممكن اوفر لك عده بتاع سيناريوهات كده تراجعها كده عشان تستفيد منها. ان شاء الله، بس ان شاء الله تكون مزالة سهله. لا لا هتتعب شويه. المهم في الموضوع انه بكره لازم تجيني في الغناء الساعه 10، كويسه معك؟ ان شاء الله. خلي اسمك في الريسبشن. اوكي ان شاء الله. طيب الله يبارك فيك استاذ. والله زي ما قلت لك يا اماني. عز الدين اسمح لي اقول لك انت بتصدق حاجات غريبه. كيف يعني؟ يعني هاي ممكن يكون القصه عجبته وجطرح لك فكره انه يتعمل مسلسل، لكن في النهايه كلام ساكت. اصلا ما في سبب يخلي كلام ساكت، قلت لك ده المخرج الكبير محمد نعيم سعد جاني في المكتب وقعد معي وجها لوجه. يعني شنو في النهايه؟ يعني زوجك المحترم بدا يخد رجله في الطريق الصحيح، الطريق اللي بوصله للناس. لاحظي انه بدايتي مسلسل طوالي. انا شخصيا ما متفائله. يا اخي اقول لك كلام، انت زوله محبطه وشايك ذاته مسيخ. السلام عليكم. انا اسف تاخرت عليك. لا ما مشكله كبيره. انا المهم جهزت لك بعض السيناريوهات عشان تراجعها وتحاول تستفيد منها. شفت الدكين؟ ايوه مسلسل الدكين شفته طبعا. كنت طبعا بشوف متاعب. اكيد كل اعمالك يا استاذ. ايوه وبعض الافلام كده يترك منها السيناريوهات عشان تستفيد منها. شكرا لك يا استاذ. بس يا استاذ انا قبل ما اقرا السيناريو هذه داير لي شويه معلومات. لا ما في مشكلة، أنت جزء الكتاب، القصة أصلاً كاتبة، تمسك رأس الخيط وتكمل. أنا متفائل جداً للتجربة دي، وحاسبها هتكون محطة أساسية في حياتي ونقطة تحول كبيرة. في حاجة مهمة، لازم توصف لي بيتكم عشان أجيب كل يوم أطمن على الشغل. جداً يا أستاذ، تشرف في أي وقت. طيب إذا دار معلومات عن السيناريو، أهم حاجة في كتابة السيناريو الآتي. والله الزول ده ما نصيح. الأيام اللي فاتت 10 بالكثير بيكون نايم. الليلة ما عارف الحاصل لي وشنو. الساعة 12 وهو لسه بيكتب. حاجة غريبة. كده ده مشهد مليان. بعد ده الواحد يقوم ينام. استاذ ماجد قال لك عايز التقرير لانه ماشي بور راسه. صالح الله ده وقته. نعم خلاص بودي له براي. عز الدين علمني بكتب المسلسل كيف. عز الدين انت المسلسل ده لما تكتبه مش بتختار ممثلين؟ لا طبعا المخرج هو اللي بيختار. وليه انت تكتب المخرج هو اللي يختار؟ لانه ده شغله. فهمتي؟ اها خلاص فهمت. طيب عليك الله انت ما تكلمه ويخليني امثل لي دور في المسلسل ده. وانت علاقتك شنو بالتمثيل؟ كيف يعني علاقتي شنو بالتمثيل؟ زمان لما كنا في الدورة المدرسية أنا شلت جائزة أفضل تمثيل ومثلنا مسرحية اسمها التاجر الطماع، وأنا إيمان القدامك دي مثلت مرت التاجر. والله كويس. عايز أدين عليك لما تكلم وخليني أمثل لي في دور مش أنت صاحبه؟ اللهم طويلك يا روح. اوه عز الدين ازيك؟ اها عملت شنو؟ يا اخي وصلت الحلقة الثالثة؟ لا 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 والله جميل 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 خالص. اسمع انت عندك 10 يوم بس وسلمني السيناريو كله كامل.
لجنة نصوص؟ لا لا مش الهم، طالما النص مكتوب كويس ومكتوب بدقة ما في مشكلة. مشكلة شنو يعني؟ قلت لك انت الليلة بتكون قاعد في البيت العصرية كده. خلاص جميل جدا جميل. خلاص انا بجيك انا بعدين معايا الممثل محمد عبد الله. بعدك اقول لك حاجة يا اخي، مع الكتاب الكتار ديل حيلقى فرصة وين؟ بس كده وريني حيلقى فرصة وين؟ يا اخي عليك الله كده، خلينا دقيقة يا اخي. يا اخي تبارك وماله يا اخي، انت ليه زول خطيف راسك؟ يا اخي ما من حركات ومن حاجات اللي بيعمل فيها دي يا اخي. اسمعني. اي انت الزول نزل من العربيه ده مش الممثل محمد عبد الله؟ يا هوزات الممثل محمد عبد الله. اسمع، والمعاودة المخرج محمد نعيم سعد بعرفه. ممكن يكون معه يا اخي. يا اخي ما في شنو في كم بيت نص؟ ها؟ في كم بيت وصفه لنا كويس وصف كويس. يا اخي ده بيت ذاته ولا؟ اساس ده بيت؟ لا 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 قدام الفسحة دي، فش في فسحة بغادي بغادي فسحة، دي الفسحة الوحيدة. فسحة؟ يقبل على الفسحة. بابا أبيض؟ آه. يقبل على الفسحة. يقول. كويس. والله شكله صاحبك ده عمل جد جد. عمل شنو؟ يعني كبار الممثلين والمبدعين بيجوا يجوا في بيته يعني وكده. بيجوا يجوا في بيتهم؟ هاي. يا أخي دي حركات منه ساكت يا أخي. يا أخي أقول لك حاجة، ده شبر ما بيتقدم. أنت في وأنا في. السلام عليكم. استاذ محمد الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل تفضل تفضل. الله يخليك. تفضل تفضل استاذ. تفضل ان شاء الله طيب. الله يبارك فيك استاذ. الله يخليك. الله يبارك فيك. طيب الحمد لله والله. شربت شربت والله شربت. لا ايها الرجل، فانا لن اطيع اوامرك لانني لا اخافك ولا حتى الملك سبانخ الذي ارسلك الى هذه الديار. هيخرج، اخرج من هذه الارض والا سغبت عنقرتك بقلم السري اتش هذا ايها الحقير. والله العظيم ما عندي اي عوجه، انا عارفه من زمان، بس لو كان لقيت لي فرصه في التمثيل ده والله العظيم كان عزبت لك الخلق ديل جنس عذاب. جايباها يا ابوي. سلام. والله شرفتوا يا شباب. طبعا انا استاذ محمد عبد الله ده لقيته قبل كده في كافتيريا. ايوه شكلك ده ما غريب عليه، تلاقينا قبل كده. ايوه محمد عبد الله ده حيقوم الدور بتاع المحامي ماهر. ايوه والله شكله مناسب معاه. لا 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 شكله ده خليه ها بعدين، دي انا حتعبك شويه. كيف يعني الموضوع ده برضو خليه بعدين. ها وصلت وين في النص؟ باقي لك قدر شنو؟ الباقي لي 3 حلقات بس، الحلقه الاخيره دي داري لها شويه تركيز. اوكي انا من ناحيتي اتصلت بشركه بتاعت انتاج وحيدفع لك كويس. والله انا المسائل الماليه دي ما عندي فيها مشكله، لكن ما مشكله بقابل الشركه. يا 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 زول يا زول تاخد حقك، ده تعبك اصلا. حتقابلون حتقابلون لانك انت اللي حتوقع العقد. تمام ما مشكله. اها يلا ورينا نورنا، ورينا وصلت وين في المسلسل. خلاص امشي اجيب المسلسل من هناك وجهي. هاي من جوا من البيت جوا بيتي. بتمشي بس ايش بتعمل؟ انا بدي اوصل، انا متدفع وقفت احط عليه شويه.
الوقت انا بدخل يدي والتشويش بضيع صوته. تمشي 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 يعني طيب يا وليد أمك مشت؟ لسه ما مشت. وبعدين شنو الطريقة السخيفة اللي تكلمت بها مع أمي دي؟ كيف يعني؟ يعني زولة لبست توبة في الحراية دي وجات عشان تقول لك مبروك بخصوص الزيارة جاتك، تقوم تسلم عليها بطرف أصابعينك وترد لها زي التلغراف؟ أنا آسف. كده أمي حتفهم إنه عندك رأي في موضوع الزيارة جاتك. صح؟ صح شنو؟ لسببين، السبب الأول ما داير يكون أي زول عنده فضل علي. أولاً ده خالي شريف، ما أي زول. حتى لو خالك شريف، السبب الثاني. أنا عندي ظروف ما بتخليني أطلع من البلد دي ولا أشبر. ظروف شنو يا عز الدين؟ عندي أعمال فنية ما بتخليني أسافر. زوجك يا أستاذة حيكون واحد من كتاب المسلسلات المميزين. يعني أنا أفهم شنو في النهاية؟ أنت فهمك في الدنيا دي كله القروش، والقروش حجيك وبمبالغ مريحة. بورقك ده؟ أماني أماني. مالك يا بنتي صوتكم عالي كده؟ أعمل شنو يا أمي في قسمتي ونصيبي أنا؟ خالتي مرحبا. مرحب حبابك يا ولدي. عندي مشوار عن إذنكم. إذنك معاك. أمان يا بنتي، بيتكم ده ما فيه جرايد؟ النسوان راجعين دار عوس اللابري، دار ساعد بول الحطب شوية، الحطب بقى غالي نار، دار لك قطعين وأنا جاي على بيتكم. هو يا أمي أنا بيتي ده فيه شنو غير الورق والجرايد؟ خش شيلي من طرف. الدين كلمته لي؟ منو؟ معقول نسيت؟ انا مش قلت لك كلم لي صاحبك المخرج عشان اديني دور في المسلسل؟ ايمان انت قال الحاجه دي سهله كده؟ عليك الله كده عايل لي حسي الدور ساره مش لايق علي. دور ساره عديل كده؟ انت من اول مره قدرت تشتغلي بطوله؟ والله انت ما عارف حاجه ساكت، لما مثلت في الدوره المدرسيه مسرحيه التاجر الطماع والله العظيم مدير التعليم قرب يموت من الضحك. والله هسه انا دار اموت من الضحك، لكن يا ايمان النص ده تراجيدي يعني حزين. ما مشكله بحفظه لك. ايمان امشي اقعدي شوف شغلي. حاقد انت، بس عشان ربنا جاب لك مخرج لحد ترابيزتك. المسلسل ده في الشركة عشان نطبعه ونوقع معه العقد. انت عارف انه انا شركة محترمة جدا. معلش بس في شوية تعديل كده، بكرة او بعد بكرة حيكون معك. انت عارف يا محمد انا عندي نص خطير جدا، نص كاتبه مصطفى احمد الخليفة، مش كاتب مبتدئ زي زولك ده. بعرفه صاحبي. ما تقال يعني لمتين اصلا انا اقعد انتظر حياة زي دي؟ انا مخصوص اخرته عشان مسلسلك ده يا اخي. يومين وان شاء الله
النص حيكون عندك ان شاء الله. يا جنيا تقولوا لي بلالي فوق زند وخري لي، يا جنيا تقولوا لي بلالي فوق زند وخري لي، يا جنيا تقولوا لي بلالي فوق زند وخري لي. المسلسل يا أماني، أماني أنا مشيت البيت يا أستاذ شكسبير. أماني ما زالت ترجع البيت دي، ما زال أنا ما بتهمني تماما. في النهاية الخيار برجع لك دي، ما زالت بتهمني انا داير مسلسلي. يا مسلسل المسلسل شلتيه من الفضيه. انا ما شلت مسلسل من الفضيه ولا بعرف اي حاجه عن الموضوع ده. اماني اماني بيتنا ده ما فيه زول غيري وغيري، يعني المسلسل ده شاله شيطان؟ قلت لك انا ما بعرف حاجه عن الموضوع ده، وبعدين احتمال يكون شاله زول من اصحابك. عز الدين يا ولدي اجتهدوا بالله، تتكلموا في الحار دي ادخل على الصالون. فتشت البيت ده كله وبرضه ما لقيته، لكن انا متاكد انه اماني هي شالته. اماني زوجتي كلمتك بها المره الفاتت. والله لو عملت كده تكون بالغه. انا متاكد اماني هي اللي عملت كده، لانه عايزه تعاقبني، لانه عايزاني اهاجر، وانا ما داير اطلع من البلد دي. أنا آسف سببت لك إزعاج. لا 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 الموضوع ما إزعاج ولا آسف ولا كده، لا لا المشكلة أنا وعدت منصور بتاع الشركة إني أسلمه النص الليلة. طيب يا أستاذ ما تكلموا ليه، إديني مهلة أسبوع أنا حاكتبه ليه. لا ما أظن ما أظن، لأنه هو قال عنده نصين ونص ده الثالث بتاعه. الموضوع ده ما أظن والله. بعد ده يعني النص ده لو ما تلقى الليلة الليلة لو ما تلقى الليلة معناه إلا السنة الجاية. السنة الجاية احتمال. قلت لك يا أمي الكلام ده ما حصل. يا بنتي مرة الشيطان بيلعب بعقل الزور، وانت كشلتيه في لحظة زعل رجعيه. ولو قلت لك يا أمي أنا بعيني ما شفت ولا بعرف أي حاجة عن الموضوع ده بتصدقيني؟ مصدقك، لكن مرات يا بنتي في حاجات صغيرة بتخرب البيوت. هو الدار يخرب بيته براو، يقعد يخلي لي الحاجة المضمونة ويباري لي في الوعود اللي ما لها معنى. أهلنا بيقولوا جرادة في الكف ولا ألف طايرة. يا بنتي أصبري عليها شوية، خليه يستلم قروشه ويسافر، وقد يكون رد عليك ورد علي رقبته. بصلي لي ما أنا في المسلسل. انا عارفة حظمة كويس، هسي بالمسلسل ده كان طيرة السماء. إيمان انا ما فاضي لك. انت فتشت البيت كويس؟ اسمع انا عارفة ممكن ارجع لك المسلسل ده. كيف كيف يا سكوتلاند يارد؟ يعني شنو يعني؟ خليني اقعد مع نفسي شوية وامشي اشوف في شغلي.
لا والله انا جاده معاك، انت ام مرتك اسمها منو؟ شفت انا عارفه ليه فكره هو ذاته. ايمان زي كده مش المكتب ده خليته ليك بذاته. مسلسل كان وقاعد يروح التلفزيون، كنت عملت فينا شنو؟ محن يا ماني. انا شايف انه قعدتك طولت، بعد خلاص ارجع بيتك. انت قاعده مين ما انا جيت شريف يا ود امي، اماني بدي حكايه حكايه. يا ساتر ها ماله، مش اكله راجله في موضوع حايف وقاعده معانا لها كم يوم. الكلام ده صح يا ماني؟ يا خالي صحيح، بس انا قبل ما لقيت طريقه احكي لك عشان كان عندنا ضيوف كتار. في شنو؟ بصراحه كده وباختصار يا خالي، عز الدين ده زول ما مسؤول. ماله؟ يعني مش انت رسلت له زياره للخليج؟ ايوه انا عملت له زياره للخليج، وكنا خلاص يعني على وشك نعمل العقد، وهو انت جيت هسه نهائي. طيب هو ما جا ليه يعني؟ حضر سيادته قال بقى مؤلف كبير وما بيقدر يغترب، عايزنا ناكل التحف الادبيه بتاعته دي. ما فاهم. افهمك، احكي لي حكايه المسلسل. مسلسل شو يا اخي؟ يا اخي انا والله تعبت من المسلسل ده وفتره منه. البيت فيه ساتلايت، المكتب فيه ساتلايت، العربيه فيه اي شيء، قدرت انا من الدراما ومن المسلسلات. يا خالي ده مسلسل تاني. شوف يا خالي، يا استاذ احمد نعيم كيف شغله؟ طيب تمام والله يا استاذ، كيف امورك؟ الكاتب اللي اسمه عز الدين قال ما لقى المسلسل. اي وانا ذاتي والله يا استاذ ما بقدر انتظر اكثر من كده. لا لا والله يا اخي انا انتظرتك كثير، وبصراحه كده يا استاذ انا جاني شغل واحتمال يكون فيه سفر. اي ان شاء الله نتلاقى في شغل ثاني، بس ما تكون تحسس يا استاذ. لا تمام تمام خير ان شاء الله، يديك العافيه يا استاذ. تسلم حبيبي الله يخليك. والله يا اخي حاجه مؤسفه جدا يعني اماني بنت اختك يا شريف انتهت مني تماما. الفرصه الوحيده اللي قدرت القاها انتهت منها بمنتهى الجهل والتخلف. هم كانوا هيدوك كم يعني؟ اكثر من 50 مليون. 50 مليون؟ والمسألة دي بتتم كيف؟ عبر الشركة المنتجة، بتعمل ميزانيتها وفقا لذلك بتبدأ الإنتاج. يعني الصرف يعني؟ أيوة، أجور الممثلين وفريق التصوير والإضاءة والمونتاج. مرات المسلسل بيحقق أكثر من 100 مليون في أيام بسيطة. لا لكن دقيقة، المسألة دي مضمونة كده؟ شنو يا شريف؟ نحن بنتكلم عن موضوع أماني يا اخي. كده موضوع ما نسيبه، قلت لك المساله دي ارباحها مضمونه؟ طبعا اكيد مضمونه، ما دام في جهه بتشتري يبقى الارباح مضمونه. طيب انا ممكن انتج مسلسل؟ اكيد، تشارك شركه بتاعت انتاج وبتاخد بالنسبه. جميل جدا، خلاص. انا اساسا انا كان عندي قروش يعني، كنت اشتري فاصوليا ومباز وحاجات دي، انا حانتج بها دراما. هاي لكن من الفاصوليا والمباز للدراما؟ ما كله فايدة يعني، كله فيه فايدة. لكن المشكلة هسه نص المسلسل وين؟ لمين في عظمه نحن؟ أستاذ محمد نعيم، أنا آسف للإزعاج. أنا يا أستاذ عندي لك خبر سار جدا جدا. إن شاء الله احتمال كبير ألقى المسلسل. والمفاجأة الكبيرة إنه لقيت لي منتج. أي منتج للمسلسل. الله يبارك فيك يا أستاذ. أنا احتمال كبير يا أستاذ بكرة نجي مرن عليك في المكتب. وإن شاء الله النص في يدي. الله يبارك فيك يا أساس، الله يسلمك. تسلم يا أساس. يا رب يا رب. أماني أنا ما داير أي أمور لف ودوران. قلت لك يا خالي
ما شفته. أنا متأكد إنك أنت شلتيه، لأنك أنت الوحيدة القاعدة مع عز الدين في البيت ده، ولأنك عندك دوافع قوية تخليك تشيليه. دوافع شنو يا خال؟ أبسطها، تنتقمي منه صح؟ أنا أنتقم من عز الدين يا خال؟ أيوة تنتقمي منه، لأنه دي نقطة الخلاف الأساسية بيناتكم، الورق، عشان كده شلتي المسلسل. قلت لك يا خالي أنا ما شفت ولا قاعد أهبش ورقه ده أصلا. أنت متأكدة؟ متأكدة. طيب في زول دخل البيت ده بعدكم؟ أبدا. أمي اتميزت تب. ها خش بعدك اشوف باقي البيت جوا. اللابريه مرق. يا جنو يوب ولي يا بلالي فوق الزين دخري لي يا يوب ولي يا بلالي فوق الزين دخري لي.